من له أذن للسامع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة الرابعة عن أباء الكنيسة وكنيسة الأسكندرية. ما يقوله الروح للكنائس. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم عن آباء الكنيسة وأقسم هؤلاء الآباء إلى أقسام معينة. آباء الكنيسة هم الآباء البطاركة، على اعتبار أن تاريخ الكنيسة بنسميها تاريخ البطاركة، ويقصد بالبطاركة ليس أسماء هؤلاء وإنما عصور هؤلاء. يعني كل عصر لهذا الأب من الآباء تبقى تاريخ البطاركة. هناك آباء أيضا هم آباء الرهبنة والحياة النسكية عموما. هناك آباء أيضا الذين اشتهروا بالرعاية وكانوا أمثلة للرعاية الحقة في تاريخ الكنيسة. هناك من الآباء الأول للعصر، وهناك طبعا آباء الشهداء، وهناك آباء من علماء الكنيسة. في الكنيسة الأولى في العصور الأولى عندنا على الأقل مجموعتان للآباء حاليا ممكن الكلام عنهم. مجموعة الآباء الرسوليين Apostolic Fathers، وقد ترجمت سيرهم ومؤلفاتهم إلى اللغة العربية تحت عنوان الآباء الرسوليين. مجموعة الآباء الرسوليين أول ما ترجمت كانت قد ترجمت في مجلة الكرمة للأستاذ حبيب جرجس، وكان ترجمهم كل ترجموا له جميعا ما عدا كتاب الراعي الهرماس اللي أنا ترجمته ليه سنة 1950 وسلمته ليه، وراحت الترجمة دي. لكن صدرت ترجمات جامعة للأباء الرسوليين بطريقة لها مقدمات ونقد. مجموعات الآباء الرسوليين شملت القديس إكليماندوس الروماني، وينبغي أن نميزه عن القديس إكليماندوس الإسكندري. القديس إكليماندوس الروماني كان أسقف روما، وقيل إنه كان الأسقف الثالث لمدينة روما. الأسقف الأول لمدينة روما كان لينوس، اسمه لينوس، والثاني أناكليتوس، والثالث إكليماندوس الروماني. أما القديس إكليماندوس الإسكندري فده من آباء القرن الثاني ومن أساتذة الكلية الإكليريكية. نرجع للآباء الرسوليين، كان القديس إكليماندوس الروماني والقديس إغناطيوس الإنطاكي والقديس بولي كاربوس أسقف أزمير. يضاف إليهم في كتابات الآباء الرسوليين رسالة لبرنابا والرسالة لديوغنيتوس وتعاليم للآباء الرسل. دول الآباء الرسوليين. حينما تقرؤون عن الآباء الرسوليين أنصحكم أن لا تتضايقوا كثيرا إذا وجدتم اختلافات عديدة في تاريخ كل واحد منهم.
إيه سنة مولده، إيه سنة وفاته أو استشهاده، إيه الكتابات بتاعته. يعني كثير منهم تدور حولهم أسئلة لم يبت فيها العلماء بعد، مجرد كلام واستنتاجات. أيضا بعض من هؤلاء الآباء بتوجه إليهم انتقادات في كتاباتهم، ما تتضايقوش برضو إذا عرفتم كده. اللي توجه إليه انتقادات مفروض أن تفحص هذه الانتقادات، وهل هو مجرد علامة ولا قديس، دي حاجة تانية. لكن في الآباء الرسوليين أهم هؤلاء اللي تاريخهم واضح ولهم صفة القداسة، القديس إغناطيوس الإنطاكي والقديس بوليكاربوس أسقف إزمير، دول أهمهم. القديس إغناطيوس الإنطاكي هو القديس الذي يسمى إغناطيوس الثيوفوروس، ثيوفوروس يعني حامل الله، ثيو من ثيوس يعني الله، وفوروس يعني حامل. يقال إنه كان الطفل الذي رفعه السيد المسيح أمام التلاميذ وقال لهم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال. هذا القديس كان قديسا وكان شهيدا لأنه نال الاستشهاد عن طريق إلقائه إلى الأسود المفترسة أو الوحوش المفترسة، وكان قد نقل من إنطاكية إلى روما لكي يستشهد هناك. في الطريق مر على إزمير، وكانت له علاقة طيبة بالقديس بوليكاربوس أسقف إزمير، وأرسل رسالة جميلة إلى أهل روما، قال لهم فيها: أخشى إن محبتكم تسبب لي ضررا، لأن أهل روما أرادوا أن يختطفوه لكي ينقذوه من الإلقاء للأسود الجائعة من محبتهم له. فقال لهم: لا، محبتكم هتسبب لي ضرر، إن أنا بعد أن قطعت شوط حياتي ووصلت للآخر هتعطلوني وتخلوني أبدأ من جديد. ده أنا لو ألقيت إلى الأسود ولقيتهم ما مش واكلني، أنا هشجعهم على ذلك وثيرهم يعني. المهم أن هذا القديس أكلته الأسود، ثم لم تبق به منه إلا عظاما يعني، ثم ظهر في نفس الليلة إلى زملائه في السجن. أشهر ما له رسالة أرسلها إلى أهل روميا، الرسالة رسالة روحية وكويسة جدا، وأرسل أيضا رسائل إلى البلاد التي مر بها، حوالي 7 رسائل، لكن رسالته إلى روميا كانت أشهرهم. أرسل أيضا رسالة إلى أهل أفسس وإلى بوليكاربوس أسقف إزمير، وفي رسائله أيضا تكلم عن الدرجات الكهنوتية 3 وعن التنظيم الكنسي، ودايما كانوا زمان يعتبرون التنظيم الكنسي إن الكنيسة هي الأسقف يحاط به جماعة المؤمنين وكلهم حول مذبح الله، يعني الكنيسة في معناها الحقيقي مش مجرد جماعة المؤمنين، لكن جماعة المؤمنين حول سر الإفخارستية، حول الأسقف اللي هو بيدير الحركة الكهنوتية في الكنيسة. رسائل الآباء الرسوليين تفيد كثيرا في معرفة الإدارة الكنسية كيف كانت في تلك الأيام، والوضع الكهنوتي كيف كان في تلك الأيام. القديس إغناطيوس طبعا عاش في أواخر القرن الأول واستشهد في أوائل الثاني، وكان زميلا للقديس بوليكاربوس أسقف إزمير، وكان
ثاني أسقف لأنطاكية خليفة لإيفوديوس الأسقف الأول. من محبة الآباء السريان له، ما هو الآباء السريان أرثوذكس دول بتوع كرسي أنطاكية، إنهم يتسمون باسمه. يعني مثلا تقول البطريرك إغناطيوس يعقوب الثالث، إغناطيوس زكايوس، إغناطيوس يحطوها في الأول بالنسبة لأسمائهم تيمنا به ومحبة له. القديس بوليكاربوس أسقف إزمير عاش مدة طويلة، يعني مات وهو أو استشهد وهو رجل كهل، يعني 80 سنة لما جم يغروه بالبعد على الإيمان إنقاذا لهم الاستشهاد، قال لهم 80 سنة عشتها مع المسيح في عشرة طيبة، هاجي أفقده دلوقتي. وطريقة استشهاده أنهم أرادوا أن يحرقوه بالنار، النار ما عملتش في حاجة فطعنوه فمات. من أشهر كتاباته رسالته إلى أهل فيلبي، وكان تلميذا ليوحنا الرسول، وبرضو إغناطيوس تلميذ ليوحنا، لكن إغناطيوس أيضا تتلمذ على بوليكاربوس وأحبه ولو أنه استشهد قبلا منه. دول أباء الرسوليين في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني. القديس إكليماندوس الروماني برضو من الأباء الرسوليين المشهورين، قال البعض عنه أنه هو إكليموس الذي ورد في رسالة فيليبي عدد 3. اسم إكليماندوس أيضا ظهر في قوانين الأباء الرسل، فقوانين الأباء الرسل سموها قوانين الرسل، وبعضها سموها قوانين إكليماندوس، نسبة لا لأن إكليماندوس وضعها، إنما هو الذي حملها إلى الناس فسميت باسمه، وتلاقوا إشارة كبيرة لها في قوانين ابن العسال. إكليماندوس الروماني أهميته في أنه أرسل رسالة إلى أهل كورنثوس من 65 فصلا، أرسلها بعد الانشقاقات التي سمعها عن كورنثوس. الظهر أن كورنثوس كانت يعني واقعة في هذا الأمر بتاع الانشقاقات الكثيرة، حتى أن بولس الرسول قال لهم ما دام فيكوا انشقاقات زي دي وانقسامات تبقوا جسديين ولستم روحيين. حتى بولس الرسول لما بشر هناك وبقى هو وأبولوس، البعض بقى يتبع بولس والبعض بقى يتبع أبولوس، وكانت هذه الانشقاقات موجودة في أيام بولس الرسول، وقال لهم يا جماعة واحد فينا زرع والتاني سقى، أو واحد غرس والتاني سقى، والله الذي ينمي، لكن الحكاية لبولس ولا أبولوس. يعني نتيجة الانشقاقات دي أرسل لهم القديس إكليماندوس الروماني رسالة، أولها من كنيسة الله التي في روما إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، لأن هو كان ثالث أسقف لروما. الرسالة فيها أشياء كثيرة جميلة يعني، ومواضيع روحية، قال لهم الانشقاق ده بسبب الحسد، وفي كلام كتير عن الحسد قالوا. ويتميز إكليماندوس الروماني بأنه استشهد كثير من الآيات من العهد القديم، وكلمهم عن التواضع وعن التوبة وعن الطاعة وعن الحسد. بتنسب إليه رسالة تانية لكن مش موثوق بيها. دول من أهم الحاجات اللي على الآباء الرسوليين. رسالة برنابة أيضا ذكرها إكليماندوس الإسكندري وأوريجانوس وإيريناوس، وبرضو فيها كلام
عن معنى العهد القديم وتعليم رمزي، ولكن يعني أنا لا أستطيع شخصيا إني أقبل ما ورد في رسالة برنابة في المعاني الرمزية. هتقول لي من الآباء الرسولين، أقول لك حتى مش عارفين أصله مين برنابة ده ولا تاريخه. هم بيقولوا ما بين سنة 80 ل 130، وبيقولوا أن تاريخه قطعا هيكون قبل 160، وموجه إلى رعية مجهولة. الكلام اللي قاله عن رموز العهد القديم في الذبائح، في التطهير، في الختان، في معنى الخنازير، كلام لا يمكن قبوله لاهوتيا بسهولة. أحب حينما تقرؤون الكتب، كتب هؤلاء الآباء أيضا، أن تميزوا بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول، وبين الذي تثبت صحة نسبته إلى الآباء أو الذي لا تثبت صحة نسبته إلى الآباء. لكن مش كل حاجة واحد يقول لي ورد في رسالة برنابة كذا كما لو كانت يعني منزهة، لا، برضو الحاجات دي عايزة تؤخذ بحرص وبحذر. وكذلك أيضا في كتاب الراعي لهرماس، في كتاب الراعي لهرماس توجد أشياء جميلة جدا جدا جدا، وأشياء لا يمكن قبولها. وهكذا أقول لكم مرة أخرى كطلاب للتاريخ، دققوا في كل ما تقرؤون تاريخيا وعقليا ولاهوتيا، لا تقبلوا كل شيء، لا تكونوا مجرد ناقلين بغير فكر بغير تحقيق. لا، تاريخ ما يبقاش كده. واحد يقول لك رسالة برنابة، أقول له برنابة ده يطلع إيه، وعاش إمتى، وكان بيشتغل إيه، ويقول لك لا ده كان رفيق بولس الرسول، تقول له لا، بولس الرسول رفيق برنابة ده رسول أرسل من الروح القدس كما ورد في أعمال 13:3، افرزوا لي برنابة وشاول، وجه اسمه قبل شاول حد، للعمل الذي دعوتهما إليه. فمش ممكن أبدا تكون له مثل هذه الأخطاء الموجودة. فبرضو احترسوا من هذا الأمر، وأرجو أن أعطى فرصة لكي أشرح لكم أيضا أمثال هذه الأخطاء عند هذه الأسماء المشهورة الموضوعة تحت عنوان الآباء الرسوليين. أترك هذا الآن لكي أنتقل إلى الموضوع الثاني، وهو آباء مدرسة الإسكندرية. مدرسة الإسكندرية أنشأها ماري مرقس الرسول، وعين القديس تيتوس أول ناظر لها، وكانت مدرسة لها شهرة عالمية، هي أول مدرسة لاهوتية في العالم. وكانت المدرسة تتميز بميزات كثيرة نذكر من بينها الآتي. واحدة منهم إن طلابها كانوا يحيون حياة روحية نسكية وليس مجرد علم، وأساتذتها كانوا يحيون حياة روحية نسكية وليس مجرد علم. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، إنها خلطت بين الفلسفة والدين، أو قال البعض على وضع أصح إنها قامت بمصالحة بين الفلسفة والدين. فكان أساتذتها فلاسفة، وكانوا أيضا رجال دين. ونمرة ثلاثة، في رجال دين كثير من نظار المدرسة أو أساتذتها صاروا بابوات للإسكندرية.
كانوا أكثر الناس علما وفهما للكتاب واللاهوتيات، على الرغم من الانحراف الذي وقع فيه أوريجانوس، لكن أوريجانوس كان يعتبر من أقوى علماء المدرسة ومن علماء المسيحية بوضع عام. فالقديس تيتوس ناظر المدرسة صار البابا السادس للإسكندرية، أول بابا هو ماري مرقس، بعد منه أنيانوس، ثلاثة تانيين باباوات ما عاشوش مدة طويلة، جه يوستوس فصار البابا السادس للإسكندرية من نظار المدرسة. أيضا ماركيانوس صار بعد منه برضو أحد الباباوات، وأومانيوس وياروكلاس وديونيسيوس وبطرس خادم الشهداء وألكسندروس، كل هؤلاء من أساتذة الإسكندرية من مدرسة الإسكندرية، وأيضا صاروا باباوات الإسكندرية. كانت المدرسة أيضا تتميز بأنها للجنسين، يعني الرجال والستات مع بعض، فإحنا مش أول ناس أدخلنا النساء في المدرسة الإكليريكية، كانت في المدرسة الإكليريكية الأولى في الستات وفي الرجال. وكانت أيضا بتمشي بطريقة برضو السؤال والجواب اللي يسموها كاتيشيزم، طريقة إيه كاتيشيزم. لذلك هذه المدرسة الأولى كانت يسموها The Catechetical School of Alexandria، The Catechetical School of Alexandria، Catechetical علشانها مشيت بطريقة الكاتيشيزم. ولذلك في الأول كان فيها قسمين، قسم لقبول المتقدمين للدين المسيحي والموعوظين، وبعدين قسم للتعليم اللاهوتي. المدرسة الإسكندرية أولا نقدر نقول لم يكن لها مبنى خاص، يعني اشكروا ربنا أن عندكم مبنى كبير، زمان ما كانش فيه مبنى، كان يختارون مبنى للكلية فيعتدى عليه من الرومان أو من الوثنيين أو من اليهود، فيبحثون عن مبنى آخر فيعتدوا عليه. وكان أوريجانوس أحيانا يبحث عن قاعة لكي يعص فيها فيعتدوا على القاعة فيتركها، فيدور على قاعة أخرى، فالناس يبتدوا ما يأجروش له قاعات، فيدرس في الخلاء، يدرس على شاطئ النهر، يدرس في أي مكان. كانت المدرسة الإسكندرية الأولى هي الأستاذ والطلاب، حيثما وجد الأستاذ وجدت المدرسة. هذه المدرسة الإسكندرية الأولى أيضا نبغت في مسألة التفسير الرمزي. التفسير الرمزي إكليماندوس سار على هذا الطريق، أوريجانوس أيضا سار على هذا الطريق، ديديموس الضرير سار على هذا الطريق، نبغوا في مدرسة التفسير الرمزي. أوريجانوس انحرف بعض الشيء في المبالغة في التفسير الرمزي، لكنهم كانوا نابغين، كانوا بيقولوا أن كلمات الكتاب المقدس لا تؤخذ من غلافها الخارجي اللي هو الغلاف اللفظي، إنما يفحص عنها من الداخل بالتأمل وبالرمز، بالتأمل وبالإيه؟ بالرمز. المدرسة اللاهوتية ظهر فيها مجموعة الآباء الأول اللي قلنا عليهم صاروا بطاركة، وجد أيضا فيهم فلاسفة زي أثيناغورس. أثيناغورس كان فيلسوف وكان بيدخل بملابس الفلاسفة إلى المدرسة ويدرس فيها، ووضع كتاب الدفاع عن المسيحية، فيعتبر هو من أشهر المدافعين اللي بيسموهم أبولوجيستس، أبولوجي يعني دفاع، أبولوجيست يعني مدافع.
كانت المسيحية في الأيام الأولى توجه إليها بعض الاتهامات، وبهذه الاتهامات كان الوثنيون يعتدون على المدرسة وعلى أساتذتها وطلابها، فبعض منهم كانوا من المدافعين. أثيناغورس كان من المدافعين عن المسيحية. بعد أثيناغورس جه إكليماندوس، وبعدين جه بانتينوس. طبعا نحن الآن لا ندرس لاهوت إنما تاريخ، يكفي أن نشير في التاريخ إن مثلا أثيناغورس وضع كتاب الدفاع، وضع كتاب عن قيامة الأموات، وضع كتب عن موضوعات لاهوتية أخرى، الإنسان، الملائكة، الوحي. لكن إيه اللي قالوا هذا تدرسونه في اللاهوت؟ بعد أثيناغورس عندنا بانتينوس. بانتينوس كان من المشهورين جدا في المدرسة، راجل كان مفسرا للكتاب المقدس، هو الشخص اللي وضع الأبجدية القبطية، لأن زمان يعني كانت الهيروغليفية فضلت تتطور لغاية لما وصلت إلى الهيراطيقية والديموطيقية وتوصل للقبطية، فيعتبر إلى جوار أنه أستاذ لاهوت يعتبر أستاذ لغة وأيضا أستاذ تفسير، وأيضا كان مبشرا، ذهب إلى الهند وإلى بلاد العرب وإلى إثيوبيا وإلى اليمن، ويقال أنه وجد نسخة من إنجيل القديس متى. بعد بانتينوس يجي إكليماندوس الإسكندري. إكليماندوس الإسكندري أحب أن تفرقوه أو تميزوه عن إكليماندوس الروماني. من أشهر الذين كتبوا في الأمور الاجتماعية العديدة جدا إكليماندوس الإسكندري، حتى أنه كتب في الملابس والأزياء والعادات وحاجات كثيرة جدا جدا، في كتاب مشهور جدا له اسمه استروماتا. استروماتا يعني متنوعات، يترجموها ماسلينيس، يترجموها المتفرقات أو المتنوعات. كتابه استروماتا ده كتب فيه حاجات كثيرة جدا جدا جدا. من أشهر كتبه أيضا كتاب المربي بيداغوجيوس، كتاب المربي. ومن أشهر كتبه كتاب عن الغني الذي يخلص، تعليقا على قول السيد المسيح: ما أعثر دخول الأغنياء إلى ملكوت الله، ودخول جمل من خرم إبر إلى آخره. فهو كتب كتابا عن الغني الذي يخلص. طبعا في أشياء لابد أن أعرفها، أن السيد المسيح لم يقصد جميع الأغنياء، ده أحد الذين كفنوا جسد المسيح يوسف الرامي وكان رجلا غنيا، والأغنياء الذين عاصروا المسيحية الأولى وباعوا أملاكهم ووضعوا أسمانها تحت أقدام الرسل كانوا أغنياء، وإبراهيم أب الآباء كان غني، وأيوب كان غني إلى آخره. فليس كل الأغنياء يعصر دخولهم ملكوت الله، إنما في نوع من الأغنياء يمكن أن يخلصوا. تقرؤون عن ذلك بالتفصيل في كتاب القديس إكليماندوس الإسكندري. لا أريد أن أشرح لكم الموضوع، لأن لا أريد أن أمنعكم عن قراءة هذا الكتاب، فأديكم فرصة أنكم تقروا. كتب الآباء هذه، الآباء الأول تلاقوهم موجودة في مجموعة أنتي نايسين فاذرز. أنتي يعني ضد، لكن أنتي يعني قبل، دي بالآي ودي بالإي. أنتي نايسين فاذرز أباء ما قبل نيقيا، تجدوا فيهم الأباء اللي كتبوا باليونانية، وبعض الأباء الذين كتبوا باللاتينية. يعني من الأباء الأول اللي كتبوا باللاتينية ترتليانوس، وترتليانوس انحرف لاهوتيا
كما انحرف أوريجانوس من الذين كتبوا باليونانية. يعني الاثنين دول كانوا عمالقة في الكتابة. أوريجانوس كان عملاقا وسط الآباء اليونانيين، وترتليانوس كان عملاقا وسط الآباء اللاتينيين، وكلاهما انحرف وكلاهما لا يحسب من آباء الكنيسة القديسين. أوريجانوس ده هكلمكم عليه المرة الجاية إن شاء الله. ترتليانوس مثلا، يكفي أن القديس جيروم في كتابه عن مشاهير الرجال قال أن ترتليانوس ليس من الكنيسة. ترتليانوس نبغ نبوغا كبيرا وله كتب كثيرة في نبوغه، ولكنه تأثر بمذهب المانيين من أتباع ماني، وصار زعيما لمجموعة المونتانيين مونتانتستس اللي كانوا بيحرموا الزواج وبيحرموا اللحم وبيحرموا القبر إلى آخره. وأنا فاكر أني حينما وضعت كتابي عن الزوجة الواحدة سنة 58 قريت له ثلاث كتب من كتب الآباء سنة 58، كتاب منهم اسمه آد أكسيرم. آد أكسيرم يعني إلى زوجته. إلى إيه؟ زوجته. قال لها لما موت ما تتجوزيش بعد مني، مش علشان في غيرة من الرجال، الواحد بعد ما يموت مش هيكون في العالم الآخر في غيرة، لكن عن أفضلية البتول الترمل. في كتابه آد أكسيرم كان شوية ماشي معقول يعني. في كتابه عن دوفر جينيتاته عن البتولية لخبط في الآخر، وكتابه عن الترمل وعن الزيجة الثانية أيضا لخبط. الترتليانوس يمثل المتشددين في الدين الذين خرجوا بتشددهم عن قواعد الدين السليم، ومع ذلك فليه كتب كبيرة ويعتبر من كتاب الجبابرة، لكن بتشدده خرج عن قواعد الدين. من الآباء المشهورين في الأجيال الأولى القديس إريناوس أسقف ليون، وعاش في القرن الثاني وتكلم كثيرا في علوم اللاهوت وفي التقليد الكنسي، وتتلمس على بولي كاربوس وصار قسا في على ليون، ثم صار أسقفا لليون وكتب كتابات كثيرة، وعاش في القرن الثاني وبداية الثالث، وله كتاب مشهور اسمه عن جميع الهرطقات. يمكن تستغربوا أن واحد يعيش في أواخر القرن الثاني ويكتب عن هرطقات أزيد من 30 هرطقة أو 38، ده إريناوس في كتابه ضد الهرطقات يعني. يعتبر من الآباء الكبار في الكنيسة ومن القديسين أيضا، ويعتبر مرجعا في كتب الآباء. أكتفي بهذا لأن الموضوع